السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، غندير أخبار محترفين المغاربة في الدوريات الأوروبية. عندنا نصير مزراوي، أمين حارس، عبد الصمد الزنزولي، يونس بالهندة، والكابيتان رومان سايس. ديروا لنا خوتي اشتراك ولايك وكنشكركم. غنبداو مع نصير مزراوي اللي قدم مباراة كبيرة أمام فريق برشلونة اللي شهدت المباراة فوز فريق الباير على فريق البارسا بهدفين لصفر. مزراوي قدم مباراة كبيرة بعد الدخول كبديل في الدقيقة 21 من المباراة بعد ما تصاب المدافع الفرنسي بنجامين فافار، وشنا مزراوي دخل في المباراة ديريكس وقدم مستوى كبير في المباراة، حيد كرة ليفاندوسكي من قلب شباك نيويور ولعب مباراة كبيرة وتنقد ديالو كان هو 7.6. بالنسبة لأمين حارس دخل في الدقيقة 59 من المباراة مع فريق مارسيليا اللي شهدت المباراة خسارة مارسيليا داخل أرضية ميدانه بهدف لصفر أمام فريق إنتراخ فرانكفورت الألماني، والتنقيد ديالو في المباراة كان هو 6.4. وشنا مارسيليا كيعاني في دوري أبطال أوروبا بعد ما خسر المباراة الأولى أمام فريق توتنهام بهدفين لصفر، وهذه المباراة خسروا بهدف لصفر، يعني فريق مارسيليا ديال الدوري ماشي هو ديال دوري أبطال، في الدوري متألق وفي دوري أبطال كيعاني. بالنسبة لعبد الصمد الزنزولي لعب مع فريقه أوساسونا وربحوا المباراة بهدف لصفر، ربحوا فريق ألميريا. عبد الصمد الزنزولي كيقدم مستوى كبير والتنقيد ديالو في المباراة كان هو 6.1، ودخل في الدقيقة 73 من المباراة، يعني ما كيلعبوش المدرب كأساسي هذه المباراة الثانية على التوالي، كيلعب كبديل. المباراة الأولى عطى أسيست في المباراة اللي ربحوا فيها فريق أوساسونا، كنتمناو له التوفيق مع فريق أوساسونا بعد ما جا معار فريق البارسا، وكنتمناو يتألق مع فريقه ويكون واجد الكأس العالم. بالنسبة للكابيتان رومان سايس خسروا المباراة أمام فريقه بشكتاج التركي، خسروا المباراة بهدف لصفر، لعب المباراة كاملة، لعب 90 دقيقة كاملة، وكنتمناو له التوفيق ويكون واجد مع المنتخب في كأس العالم. التنقيد ديالو في المباراة كان هو 6.4، ورومان سايس ديال ويفرهامبتون ماشي هو ديال بشكتاج. شنا بشكتاج كيلقى معاناة كبيرة، وكنتمناو كون كنبقى في الدوري الإنجليزي أفضل، المنافسة أحسن في الدوري الإنجليزي وأقوى من الدوري التركي يعني بدرجات، وكنتمناو له التوفيق مع فريقه التركي. بالنسبة ليونس بالهندة كيقدم مستوى كبير مع فريقه أدانا سبور التركي، وربحوا بهدفين مقابل 3، يعني ربحوا المباراة وكنتمناو له التوفيق، لعب المباراة كاملة، اللهم بارك وزيد في ذلك. والتنقيد ديالو كان هو 7.7، وكنتمناو له التوفيق مع فريقه التركي ويتألق، وشنا رجع للمنتخب. وهادشي اللي كنت ذكرت لكم في الفيديوهات السابقه، لان يونس بالهندا خصو يكون في المنتخب، لاعب بحال يونس بالهندا شرس وما كيخافش كما كنقولوا، كيحط رجلو مع المدافعين والمهاجمين، وكنتمنى له التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله.